معانا السيد محمود من الاقصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ محمود. بص والله انا معي يعني مشكله مع اخويا هي الاكبر يعني. طيب انا بص هو يعني راجل يعني بشتغل عامل اجر وكده يعني على قد حالي الحمد لله، وبقول الحمد لله وكده يعني. ربنا يوسع عليك وان شاء الله ربنا لا والله يكرمك. بص بنام الواحد بصحى من النوم وبتنفس وباكل وبشرب بقول الحمد لله على اي حاجه بتجي ربنا يزيدك، ربنا يزيدك كرم ورضا يا رب. اتفضل. يعني. بص انا صله الرحم دي اول حاجه انا يعني اي حد يعني لو حد مع جاري كويس الحمد لله، مع اقاربي البعاد مني بودهم وبروح عنديهم، اي حد يعني بروح عندي وكذا يعني اي حد قريب لازم بصل الرحم معه. لكن اخويا الاكبر دي يعني ظلمني اكثر، كل ما يعمل معي حاجه يعني اختصر منه ما كلمهوش وبعد كده ارجع له ثاني، يعني حاليا ذكيتي دي ما بكلمهوش. طيب فين سؤالك، فين سؤالك يا استاذ محمود؟ انا خلاص انا كده جبت اخري معاه، مش يعني مش عارف انا اعمل ايه، يعني انا ما بكلمهوش وده اخويا يعني اقرب حاجه لي. فانت طبعا بتسالني اعمل ايه وانا جبت اخري؟ انا خلاص انا مش قادر اصلا اشوفه اصلا قدامي. طيب انت بتسالني اعمل ايه؟ اه هقول لك، اجاوبك يا استاذ محمود. اولا انت لسه ما جبتش اخرك، بدل ليس الواصل بالمكافئ زي ما حضرة النبي قال، يبقى انت لسه فيك، لسه عندك نفس. هي كل الحكايه ان النفس دي هتجيبه منين؟ تجيبه بالصلاه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجيبه بانك انت لما تعمل كده بتعمل كده لله. ظلمك ظلمك، ولكن ايه اللي حصل؟ ما تحرمش نفسك من انك انت توصله حتى في المناسبات، توصله حتى باتصال بالتليفون، توصله حتى بانك انت تدعي له، بس لازم توصله، لان الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. فلذلك ايه اللي حاصل؟ لسه في نفس. ولذلك ايه اللي حاصل؟ خليك انت الاحسن، خليك انت احسن، وخليك انت كريم الأخلاق، وخليك أنت حتى لو هو ظلمك يوصله ولو باتصال. فأنت بتقول لي إيه الحكم؟ يوصله ولو باتصال، يوصله ولو بدعاء، يوصله ولا تقطع نفسك عنه. ليه؟ اللي زي حضرتك يا سيد محمود، وهو ده بقى أحد أسرار قوله صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. إن في ناس مش هينفع لها غير كده، فالشرع الشريف جعل النفوس الطيبة ديت والنفوس الجميلة دي، جعل الشرع الشريف يسير في هذا الجمال. فما تحرمش نفسك من الجمال ده يا أستاذ محمود، ويلا تتوكل على الله ووصله. هتقول لي مش قادر، لما تيجي ترفع سماعة التلفون وتتصل بيه تطمئن عليه، صلي على الأقل 10 مرات على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصريين قالوا العبارة العجيبة الغريبة اللي هي من توفيق ربنا، صل على الحبيب قلبك يطيب. هتجد قلبك طاب، لأن صل على الحبيب قلبك يطيب جاية من قوله صلى الله عليه وسلم، لما قال له الصحابي أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا كفيت همك ووقيت. فصل على حضرة النبي واتصل بيه، لما تشوفه صل على حضرة النبي وابقى بص له يا سيدي، هتجد نفسك طيبة. وإن شاء الله ده شيء مجرب، وربنا يبارك لك يا أستاذ محمود.